والمزيد معنا من العاصمة الأوكرانية كييف الدكتورة يانا كوروبكو الباحثة في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتورة يانا. الولايات المتحدة يقال بأنها اتبعت سياسة دبلوماسية وصفت بأنها عاقلة بهدف التوصل إلى صفقة ربما مع بوتين. هل يمكن القول أنه في ظل التطورات الراهنة الآن بأنه الحسابات الأمريكية لم تكن صائبة؟ أوكرانيا هذه وهذه الأزمة مهمة جدا, وفي ظل التطورات الراهنة إذا الولايات المتحدة تستطيع أن تصفي هذه الأزمة بطريقة دبلوماسية ممكن أن نقول أن كل العالم سوف يكون في السلام. في وقت الراهن كله يعتمد على مهارة دبلوماسية الولايات المتحدة وكيف ممكن الدبلوماسيون الأمريكيون أن يتناقش هذا الموضوع مع روسيا. إذا هم ينجحوا في هذا السؤال أنه ممكن أنه ميزان القوات في محيط العلاقات الدولية لن تتغير ولن تكون طيب. في حالة نعم, ولكن سيدة يانا إذا كان بوتين لم يهتم بهذه الدبلوماسية الأمريكية قبل الاستفتاء, الآن في ظل الاستفتاء وإذا ما فعلا كما يتوقع الكثيرون بأنه القرم ستتجه لأحضان روسيا الآن, لماذا يريد في ذلك الوقت أن يستمع للولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يكون ذلك بدون مردود بالنهاية؟ كريملين لم يحترم دولي ما قبل الاستفتاء ولم يحترم ما بعد الاستفتاء. لهذا السبب لروسيا القانون الدولي الخاص, ونحن لا نعرف ما هي الخطط لبوتين. لذلك السبب أنا أقول أنه إذا الغرب يفايت أن يصاب هذه الأزمة العالم لن تؤدي إلى الفوضى النووية, ونحن نعرف أن أوكرانيا نزعت سلاحها النووية ما عمل أن العالم سوف يحمي ويحافظ على سلامتها إذا تكون الحاجة, واليوم موجودة هذه الحاجة. كل العالم حاليا ينتظر إلى إجابة الغرب في هذه الأحوال مثل أوكرانيا الدولة بدون سلاح نووي كيف طيب. سوف تتصرف. من العاصمة الأوكرانية كييف الدكتورة يانا كوروبكو الباحثة في العلاقات الدولية, شكرا جزيلا لك.